بدأت الحكومة التركية تطبيق سياسة العقاب الاقتصادية تجاه الأتراك بعد أن فشلت في كسب أصوات الانتخاب البلدية، حيث أزالت منافذ بيع الخضروات ورفعت أسعار الكهرباء والبنزين، خاصة في أنقرة وإسطنبول اللتين خسر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانتخابات بهما لأول مرة. وأعلنت نقابة محطات الإمداد بالطاقة والنفط والغاز الطبيعي في تركيا عن زيادة جديدة في أسعار البنزين، فيما بدأت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية عن بدء تطبيق الأسعار الجديدة لأسعار الكهرباء. كما أزال مسؤول البلدية بأنقرة منافذ الخضروات والفاكهة والتي كانت تبيعها بأسعار رخيصة في محاولة لكسب أصوات الأتراك فيها.